الله يعطيكم العافية إخوانا، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله محمد. إخوان هسه بدي أخذ لكم جولة خفيفة عند الزق وعند العصافير. طبعا إخوان في كمان فيديو بده ينزل على صيد مع الكل. بتمنى من الإخوان يا حبايبنا اللي يعني اللي بيشاهدنا، يعني الاشتراك ما بيأثر عليك والله العظيم، ولا اللايك بيأثر عليك. يعني بتمنى منك تحط لنا لايك دعم هيك، يعني زوج منك مشاهدة اشتراك، يعني بتفيدنا واحنا بنفيدك يا اخوي ان شاء الله. والله العظيم احنا بنتعب، يعني لا تفكروش انه واحد بيطلع بيصور هسه. قسما بالله كنت قاعد بعمل فيديوهات حذفت 4-5 بالغلط، يعني خلص شو بدي ارجع عيد واصور من اول جديد. يعني بس انتو قدروا هاي الاشي الصغير اللي احنا بنعمله حبايب القلب. هنا هون اخوان بدنا نفوت نشوف شو صار بالعصافير بالحمام عفوا. طبعا عندنا الاجواز اخوان كلياته صار مطارد على بيت الحمد لله رب العالمين. طبعا اخوان هون الحمام هون كله للبيع، هون كله للبيع، هون هذا الحمام اللي هون اخوان كله للبيع. انا هيك محاطين بس انتج من الفراخ، بعت من هن بعت، ما بعتش مش راح اكش منهم، يعني خلص انه عندي نوريات كثير. هاي شايفين بلش ينتجن، هاي البواز قاعد على بيض ولا على فرخ؟ لا على والله هاي بلشت تشتغل البواز، بس فقط اللي عندي البواز بدي اخليهم يا اخوان، وبدي اعمل كمان جولة كشامرة ان شاء الله. هاي البوز ما بعرف شو ماخذه من هون وتحتيها فرخ، هاي شايفين اخوان هاي الطيرة بوز، هاي عندي ما بعرف شو ماخذه، ما الله ما بعرف. هاي قراقه الحلوات تعوت بالصلاه على النبي اللي قلت لكم عنها يا اخوان، الرقبه حمراء. طبعا هاي الرقبه خلقه يا اخوان، مش ميش. هاي الرقبه مش ميش، وعندي فراخ بالكش فوق يمكن شفتوهن وحكينا عنهن كثير سبحان رب الخالق. هاي عندنا هون مساويد كمان، هذول مش للبيع المساويد، وهذول المساويد مش للبيع. طبعا في عندنا ترتيبات كثير 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 يا اخوان حيكون ان شاء الله هون وهناك. يعني احنا بس يعني بس اعطونا شوي. وهي عندنا البواز هون ماخذات بعض، هاي شايفين هون ماخذات بعض لحالهن. وهي في عندنا كمان بواز تحت، وعندنا النوريات هذول مرميات لانهن ما فيش لهن مكان، شو بدي فيهن احط لهن مكان. وهي اخوي كان حاط العده كان يشتغل. هاي الطيره حلوه بالصلاه على النبي، المغبره الحلسه اللي بدكم اياها تحكوا يا اخوان. وعندي الهزاز هنا ماخذ طيره، وهي هاي تحتيها فرخين، هاي شايفينها تحتيها فرخين. هاي يعني اخوان بدنا نتكتك الامور ان شاء الله، بس انها بدي منكم ايش؟ همتكم معي ان شاء الله، همتكم معي. طبعا هسه بدنا نروح وين اخوان؟ على الهزاز حبايبي القلب، الهزاز تعودي طبعا هاي الهزاز الصلاة على النبي. طبعا هاي الطيرة اللي ماخذها هاي اللي عندي المساويد شكلها بيضات، ما بعرف بيضات ولا لا، ما بحبش اطلع عليهن. هاي عندنا الأرباش. طبعا بدي ارجع اخوان هسه كمان شوي البس التشميري والهومر تعون مجد، لانهم هم طلبوا مني البسهم. الهومر تبع مجد البسه ازرق، والكشميري تبع الكشمير تبع رمزي لبسه اسود، هو هيك طلبه. طبعا هذا البالون يا اخوان اخوه عطيته لمحمود، بقول لي والله خردق القويس متخردق هذا الفرخ، بعده مش مكروش يا اخوان كان على صماي الطير. طبعا يا اخوان في عندنا هنا ترتيبات شوي حيكون. هاي عندي الطيره يا اخوان، الطيره هون الشخشليه كل ما بتبيض بتعمل لي قلق. طبعا اخوان هون بدي اعمل قاطع صغير هون هي من هون لهون، بدي احط جواته الهزاز كله كامل اوكي. وهذول الجنون، وهذول الجنون اخوان بدي احطهم هون، هون الجنون اوكي، هون حط هون الجنون، جن هون وجن هون، وهون الباقي اللي برا شو بدي اعمل فيه هون الخم. طبعا بدي اقسمه نصين،
نصه بده يعمل عروق عشان لما واحد يعمل لايت حلو نتكتك مع بعض ونشوف نناقش. مثلا جبنا أبلق نناقش عليه، جبنا كشميري نناقش عليه، جبنا طير نناقش عليه، عرفتوا كيف؟ فعشان هيك الواحد يكون عارف شو بيعمل لايف. احنا هون هدفنا اللايف يا اخوان تعليمي. لاحظوا اللايف عندي راكز هادي، شباب طيبة شرواكم، يعني بنقعد نعلم بالناس شو الصح شو الغلط والباقي وحسب شطارة الشاب. يعني مو بده يتعلم بيتعلم، بدوش يتعلم هو حر، احنا ما راح نضرب ايده ولا بإشي. وطبعا هسه بدنا نفوت عند العصافير يا اخوان. طبعا بالصلاة على سيدنا محمد. هاي اغلى طيرة عندي الكوكتيل. اللي بيعرف ليش غالي علي يكتب لي بالتعليقات ليش غالي علي. طبعا هون عنا هاي الطيرة فحلها مات، هاي الطيرة مزبوط. هون خلينا نشوف شو صار معنا. هاي في بيض بعده بيض. وهون خلينا نشوف شو صار معنا هون، وهنا كمان بيض بعده. وهنا نشوف شو صار معنا، وهنا بيض خربان شكله، بيض خربان. شكل هالطيرة يا اخوان مش عاجبها الذكر. والله شكل الطيرة مش عاجب الذكر، ليش الله اعلم. وعندنا هون الروز يا اخوان بالصلاة على النبي، هيا بيضة بيضتين، بس انا متأكد هذول البيضتين فاضيات. ليش فاضيات؟ لانه الطيرة كبيرة والذكر صغير، اللي عندي عرف يا اخوان، فاضطريت اجيب له طيرة ثانية. وهذا عندنا الكنار، ان شاء الله بدي اجيب له طيرة الاصفر هذا اجوزه ان شاء الله رب العالمين. وهي عندنا الكوكتيلات هذول، انا شلت العش تاعهم. ليش؟ انه قاعد ببيض على شيء فاضي لانه الجو بارد، يعني كمان اسبوع اسبوعين بعمل لهم اكواخ ان شاء الله ننتج منهن، وراح نكون على الانتاج ان شاء الله تاعهم كلياتنا احنا وياكم ان شاء الله على ايد وحده مع بعض ان شاء الله، ما بنقصر مع بعض معاكم. وهي عندي هون ذكر مات طيرته. طبعا هون يا اخوان بدي احط مخاليف الحب صراحه هون، بس يطلع عندي مخاليف حب بدي احطهم هون يا اخوان بهذا المطير، شايفينه هذا المطير، هذا المطير اللي هون فيه الحب بدي اشيله نحطهم هون. هون الحب شو بدي احط فيه يا اخوان؟ كم من جوز حمام يا كريم، تعرفوا يا كريم؟ طبعا انا بدور اللي يا كريم اللي مصدق اكتافه الكتف مصدق، هذا اغلى شيء الجوز بحقه بحدود 70 80 دينار، بس مش لاقي منه. طبعا هذول الطيرين جبت هالسعيات عملت عليهم حلقه ان شاء الله بنحكي فيها شو نوعهن شو اسعارهن شو اشتريناهن. طبعا هذا الفر يا اخوان انا بحطه هون الفر، ليش؟ عشان ينظف الارضيه الفر، هاي شايفينه؟ عشان ينظف الارضيه ياكل الاوساخ عندي كل شيء. بس هيك يا اخوان يعطيكم العافيه، لانه ما في عندي مساحه بدي اجمع الفيديو على السريع وامسح اللي عندي من قدام. طبعا يا اخوان لا تنسوا الاشتراكات وهذول، فان شاء الله يا اخوان الايام جاي راح تكون عندنا تعديلات صح 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 اللي يحبوا قلبكم. وهالسعيات الله يعطيكم العافيه يا اخوان، شكرا لكم.